فتاة وفتاة وفتاة يفكرون في الانتحار لأنهم فقدوا حب الحياة، فقدوا جوانب التشجيع والتعزيز. من أسباب المعاكسة خارج البيت هو فقدان الجو العاطفي الإنساني داخل البيت. هل أنت عندك صبر؟ هل أنت عندك صبر؟ سؤالي موجه لكل من يسمعنا، هل بالفعل نجد عندنا سعة الصدر وطولة البال والتحمل الكافي أن نعايش البشر اللي معانا؟ هل عندنا فعلا هذا النوع من الخصال اللي متعلقة في الصبر؟ الإنسان قوته في شهادته وفي ما يملك من مال، إما شهادة وإما مال أو الأثنين مع بعض. لابد أن يعرف هذا التلميذ، هذا الصغير في المدرسة، أنه مسؤول عن نفسه. قضية جدا مهمة بالنسبة لي، أبناء يعرفون كيف يحللون. بمعنى آخر، لما يقرأ السؤال يعرف إيش المقصود، لازم يحلل. الطالب اللي وده يرتقي بجدوله إلى جدول الامتياز، تحضير زائد مذاكرة وحل وظائف زائد استعداد للاختبار. ابتعدوا عن الغش، من غشنا فليس منا، هذا قول الرسول عليه الصلاة والسلام. المطلوب أن يتعود البيت، كل أفراد الأسرة يصير في تعويد، يصير في تربية، يصير في تعليم، يصير في تأكيد. الترتيب جمال والنظام جمال، وكل إنسان يحب الجمال. لا نناقش الذوات، أنت مهملة، أنت مهمل، أنت مزعجة، أنت مزعج، هذا كلام سيء. فهل ترشدوني؟ فأنتم أماني وأنتم عيوني.